الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. حديث كبقول يكوب يلحدا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود وحمرك البخاري كالسوري إلى رأليها كالنقضي، قال إنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنور من رسولك إله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وحنور من رسولك عليه الصلاة والسلام والحال هو الصادق ويهي كيرون تشيدك شري أرون شيقها أها المصدوق لورون شيقك شري ساقونا رنبو شيقا رن واللوغو ورما واللو شيقا رنبا اللو وحيودا المصدوق معنى هذا ما أها سيدتك قاركو عربدا وذا قد عضي لرمين شري وإن لقات الماما المصدق أفسران يعني والله رمية أو استجا مركا وحوي الله رمية معنهم معه وحلقت الماما يا رم بالله شجع رم أي الله شجع بمعنى رم بالله وحيدا وحق أو ربع أي الله وحيدا شو ملذنا وشو ملحارية. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. قال وحي للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم متكين يجمع خلقه ولا خلميا لا أوروريا أبور كيس في بطن أمه أوركي هو يدي سالو أوروريا بطن بل عبرا على وش أو حسن لوشي رحمك المجالين كاللوشي ذا ما دام مركا المجالين كي ودي على وش كل وياهي يعني سيدا صار مركا اللوغو إطلاقيا وإنت مركا وحب بطن للشيء مراد كاللوشي ذا أيتها المجالين 40 يوما أفرطاً مع الموت بأورك هو يدي لغو أروريا أبوركي سألغو كلميا ثم يكون علاقة مثل ذلك انت أدب ديدوح النقضاء حين شر أيو النقضاء مثل ذلك انت أصوكلا وإن أصو النقضون مثل ذلك محلوش إذا حق 40 يوما وعددك ضرف كم يقول النقونيسا مسوى حيون نقنيس مصدرك جمع ذاه بيون نقنيس ثم يكون مضغة انت ادب نوح نقنيا عد يربو نقنيا وقدر مر العلالية وكلاه قدر ما يمضغ انت مرك العلالية لها مضغة افك انت مر القريو مرك العلالين اي اي وحل الى ذا قدر كمر العلالين كلا اي وحل لها مضغة ثم يكون مضغة انت دبدوح النقض عدير او ان مر العلالي الاد مثل ذلك سلا سوكر ثم يبعث الله ملكا انت دبد الى هو صادر ملك ويؤمر باربع كلمات وحل امرا بكتب 4 كلمات افر كلمه ان لا قرا الامر من باب حذف المضاف ويقال له وحلقوا الى هذا اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد وحلقوا إلى هذا له أي للملك ملك أيال وعرنيا اكتب قر عمله قفكا عمل كيس قر حلوح عمل السمين دون قر ورزقه قرص كيس نقر أرزاق دي سيوحى وعوني دونه أما كو انتفاع دونه لنقر يعني رزق وحلى كل ما ينتفع به وحكى الصور لقوا انتفاع يا ليلى ذا أضيت هاي وحلى عنا أضيت هاي وحلى عبو أضيت هاي حتى هو ذا لقاضنا يو أضيت هاي وحلى استمتاع لقوا راح يستو وحكى الصور قفكوا كوا انتفاع يا وأرزاق ورزقي ورزقي يعني جوركي استمتاعي أرزاق ذي ثقريس أبطكي أرزاق ذي كمثل وتا مركز ذكر قال الله عنا يو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ها فيما رزقتنا مركا وحوي ارزاق دي وبد كو سوغريان استمتاعا لفتي سنوا سوغريان ومركا وحوي حاسكي سكو راحي سنيو اما هوين ديسا وكو استمتاعي وسوغريس اكتب قر عمله عمل كي سقر وحل و خو سمين دونا ورزقه ارزاق دي سنقر وحو كنت فاعل دونا دن واجله اجشي سمددا نولشي سكو دمان سنقر وشقي أو سعيد وحد قرته هو شقي أو سعيد وشقي وسعيد نقر مصدر كلمة الشيء يقول الله ما أورن شقاوته أو سعادته
waxa la keenay wasfiga ayaa la keenay waxaan noqonaysa marka waxa jumla inay iska noqonayso mubtada loo qadarayo huwa shaqiyun aw sa'idun shan baa la sheegay marka amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa shaqiyun aw sa'id laakin labada dambe looma wada qorayo qofka mid ahaan baa loo qoraya saas awadeed ba aw loo geliyay marka labadan dambe mid buu ka qaadanayaayo ama waa shaqi baa la qoraya huwa shaqiyun ama waxa la qoraya huwa sa'idun maadaama labada mid ahaan loo qoraayo qof walba afarun baa loo qoray mid shan loo qoray marka kuma jiro uma yunfaxu fihi ruux inta dabada waxa lagu afuufaa ruuxdii baa lagu afuufaa naftii ayaa lagu afuufaa oo naf baa la geliyaa wa ina rajula minkum la yacmalu xataa maa yakuunu baynahu wa bayna aljannati ila diraac wa ina rajula minkum xaalu idinka idinka mid yahay ama ninkaasoo minkum idinka idinka mida yani labada jawaab banaanan ayaa way asha ku jirta waa jinsiya waaxid mucayana looma jeedo marka macruuf oo la garanayo xagga macnaha ayuu nakiro ka yahay maadaama ay sidaas tahay waxa bannaan asha iyadoo la eegaayo in la xaaliya bannaan waxa kaloo bannaan in la sifeeyo iyadoo macnaha la eegaayo waaxid mucayana inaan loo jeedin oo uu yahay marka waxa weeye mucayan gaara aanu ahayn shaqsi walba ama ninka nin walba laga tilmaamayo wa ina rajula minkum ninkaasoo idinka idinka midi ninkaasoo idinka idinka mid ahaaday la yacmalu waa samaynaya camal wanaagsan buu samaynaya ay camalan xasanan camal fiican oo wanaagsan buu samaynaya siyaaqana ku tusinaya xataa maa yakuuna baynahu yakuunu iyo yakuuna labadaba waa loo dabdiyey in waxa weeye la kordhigo iyo in la rafciyo labada mid walba waa marka loo dabdiyey haddii marka la yidhaahdo xataa maa yakuuna baynahu wa bayna aljannati ila diraac ilaa aynay ka ahaanaynin isaga iyo jannada waxa u dhexeeya dhudhun mooye wax kale aynay u dhexaynayn ayuu camal falaya camal wanaagsan yacni jannadiiba ku dhowaanayaayo jannadii waxaba ka xigtaba inuu markaa dhinto oo hadduu dhintana dee jannada uu markaa galo camalkii jannada lagu geli lahaa buu intaa waday fayasbiqu calayhi kitaabuh waxa u soo hormaraya oo ka qaalib noqonaya kitaabkiisii wixii loo qoray baa ka qaalib noqonaya fayacmalu bicamali ahli annaar wuxuu samaynayaa camalkii ahlunaar ku samaynaya ficilkii ahlunaar ku samayn lahaayeen ayuu isaguna la imanayaa halkaasuu u baxsanaya wayacmalu yacni mid kale ayaa isaguna camal falaya wuxuu macnuhu dhacayaa wa ina rajula la yacmalu xataa maa yakuuna baynahu wa bayna annaari ila diraac nin ayaa isaguna camal falaya nin idinka mida ayaa isaguna camal falaya xataa maa yakuuna baynahu wa bayna annaari ila diraac ilaa aynay ka ahaanan isagiyo naarta waxa u dhexeeya mooyaane dhudhun oo naarta markaa uu noqonayo mid u jira dhudhun u jira yacni qar ka mid naarta u saaran ilaa uu ka noqonayo fayasbiqu calayhi alkitaaba waxa u soo hormaraya bimacnaa ka qaalib noqonaya wixii loo qoray fayacmalu bicamali ahli ljanna wuxuu camal falayaa camalkii ahlu jannaha ayuu camal falayaa xadiiskani waa xadiis macruuf ah waana xadiiskii markaa bukhaari iyo muslim labadu waa isku waafaqeen wakiina wuu ku daray axaadiista markaa arbaciinka ah kitaabkiisaas uu ku saarooriyey ee jawaamicda ah ayuu xadiiskani markaa ka mid ahaa waxaanu ka warramayaa sida dadka loo abuuro oo marka uurkii hooyadii uu gelaayo ilmuhu iyo maraatibta uu maraayo iyo waxa loo qoraayo iyo markaa xaalkiisa siduu yahay ashyaadaasu ka warramaya umuro badan ayuu sheegayay waxaanu tilmaamayaa cabdullaahi ibnu mascuud marka ugu horreysa qofka waxaa lagu kulmiyaa abuurkiisa uurka hooyadii afartan habeen waxa marka caan ah nusakha qaarkoodna ay qorayaan nutfatan imaamu nawowi laftiisuna waa ku soo arooriyey kitaabkiisa arbaciinka nutfatan kutubo kale oo saa ugu soo aroortayna waa jirtaa oo ay saa ugu timi laakiin bukhaari iyo muslim bal aksar masaadir kuma iman erayga nutfa bukhaari iyo muslimna kuma sugnaa
أصوش بدن كودنا متكت من ماها أصوش بدن كودنا متكت من ماها أريقا نطفة وحلقات الماما يا أبور كيسا إن لقو كل منا يؤور كهو يدي أبويضة دي ينطفة دي أيا مركا وحوية لقو كل منا يا مركا تلقيح كدعه يعني مركا أور كهو يدي لقو كل منا أفرتن هبين ثم يكون علاقة مثل ذلك وحن معروفة سيدة جماهير علمضوا أي مرين مثل ذلك إن يعلي ظرفك وهي لهذه مثل ذلك وحلوتش إذا أفرتن كلا أفرتن مع المود إن لقت الماما يو أفرتن كالم إذا أفرتن كالم إذا إن لقت الماما يو ثم يكون مضغة مثل ذلك أفرتن صدحات كاسن اللوغة تشيدو أو إشارة أي كل عيس ظرف كأي كل عيس وسيدة جماهير علمضوا مرين أكثر كعلمضوا ساسي مرين وحانا يلاهدين علماء بدن كودو روحة قرطة النفط لغو أفوفيو قفك قرطة النفط لغو أفوفيو وحي النغانا يساسدح ذا أفرتن هذا مركز لماذا أفرتن لوغي أفرتن لوغي أفرتن كلا وحي النغانا يسا أفر بلود بين غنس أربعة أشهر أفرتا بلود مركز لما يسترمان بان نفط لقليا نفط لغو أفوفا جماهير علماء ساسي لدي وليبا أفرتو أين لما يصير ما بينها أفرتها بيرود وصدح ذا أفرتناد أهي وإن لما يصير ما مركز الله أفوفا قول كرو وليبا أرانا يا أتشرا أفرت بيرود مركز لما ذا اندبدود با لغو أفوفا يو طبان كهبين اكسي حيقة قدوه ذا لغو أفوفا وانا صدح لغا سوري عبد الله بن عباس وانا صدح ابن رجب لفتي سمري رواية عن إمام أحمد لقى السوري يوسى الشيقي سنة واجبتها وحي كسوا قاتين عدة قفك الدمر اللي قد انتي إن لقى يالي أفر بلودي يتبن هبين ووحي له مدة سوى مددي يعني قف النالي وكو عداني إنه لشي سوى كو عداني إلما هدوئر ككتشرو أفر تبلودي يتبن كهبين وإنتي كو كلا عداني لو حدعي كرت مركا بيض ومركا كلان كودو نكيا قبضو أي كلمين أي دويد إنه مركا دك دقو لنتا دعكرت مركا وحوي على كل حال وشي قنو عاس أي لدي ولماذا قار كودو حبي السون نقليا اتفاق ووحي له واختلافي أرن كاك مصدنا وانا سيدة ابن حجر إيه. يعني مركا وحوي علمك لبا أي تلمامين وأي مركا إلى هدين أرن كاس خلافكم اتشو وحن فيلا يا قرطبي لفتيسو قرطبي إنه الشيخي مركا إنه خلاف قصقناي يعني وحو قاضي عياض لفتيس إنه تلمامي شمع علماء كم إذا أيا الشيخي أرنكاس إنه وح خلافي كبتشين بي قولك لو واحد شرع علماء قار كود أمري بعض الحنابلة أما كتبت حنابلة ذا متأخرين تصيدا مدون ككوة إن أفرتن كالصدحاد مركب بلا مو إن إلمها النفط الوقف ويقو حديث كنا من عصان أيام أي وحي إلى هذين لبضع أفرتنا ذي هوري وحبلغ ما أفوف بي لهذين سديتا كهب المركز لما يسترمان أفرتا كالصدحات بلا وقيسا بان نفتا لقريا بي لهذين فقه حنابلة ساسا قطع الله وكتواب بضن وحنابلة ذا مركز كم ذي أي مركز قريان أي سامريان ساسا ودد بي وحي إلى هذين كوبية سديتا هبين يعني مركا ويلمه قالوا لما صوتوا ركرو يا ساس يذهب مركا يذهب وينف نول أيو مركا نقنية نف نول أيو نقنية سقاش هدو قالوا نواب الله بابي يذهب إلا ما إلا إن الوافوف يعني فقه حنابل ساس بي مركا وحان يعني كسوغا وي مرين ابن عصيمين كتبتي سوحوي وكتب المامي هيا الشيء مركا وحا كل عاي الدماء الطبيعية للنساء رسالة دي سلا يلاهدو إنو ليس ديت هبين تاسنا وصبق قلم الشيخة كالعاي يكتبت كريحنا بلا وحي قريان كوبية سديت هبين حتى يساق اللفتيسو كتبتيسا كالساة سمرة إن كوبية سديت كا أي تهي والشرح الممتعة يعني وحا أمرا إياه كوبية سديت كا مركا سديت كا كل عاي الدماء الطبيعية للنساء
waxay noqonaysaa marka sahwi sheekha marka ka dhacay ay noqonaysaa halkaas waxa marka ka muuqata yaani ittifaqa in kulli nadar ku jiro marka khilaaf mas'alada marka uu ku sugan yahay walaw khilaafkaasi haba yaraade waxana laga qaadanayaa sidan in jumhuur ku qabo hadis kale ayaa jira oo muslim saxiixa ku soo wariyay min hadisi hudayfa ibn asid oo tilmaamaya nutfadu markay yaani gasho uurka ay gasho in waxa weeye dhowr iyo afartan habeen marka la joogo in malaga loo soo diraayo oo malagaasna marka waxa weeye marka taswiirinayo oo suurada u yeelayo oo marka waxa weeye marka yacni qorayo qoraaladan uu samaynayo yacni marka saas iyada ayuu marka tilmaamaya sariix kuma aha ruux ku afuufka laakiin marka waxa weeye daahirka sida riwaayadanba ay sheegayso isku waqti inay dhacaysay u eeg tahay waayo iyadoo marka waxa weeye ilaa mudqadii ay ka horeyso ayaa marka la sheegay intaa dabadeed in qoraal ku dhacayo ilaa mudqadii waa la soo maray summa yabcasu llahu summa waliba lagu sheego tartiibun bimuhla tilmaamaysa marka malagaas marka la soo diro ayaa fayu'maru biarbaci kalimaat marka qabla almudqa inaan la amraynin ayaa marka ka muuqata oo ilmihii oo marka mudqa aan noqon inaan la amraynin oo waqtiga nutfada aynay ahayn goorta la amrayaa ee ay tahay markuu waxa weeye ka tallaabay xaaladdaas oo nutfada ahaa xaaladdu calaqada ahaa ka gudbay xaaladdu mudqada ahaa markaysaa u gaadhay markaa dabadeed inay noqonayso marka malaga loo soo dirayo u qorayo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyay alfaadu xoogaa waa kala duwan tahay qaar waxay sheegayaan yacni dhowr iyo afartan qaar waxay sheegayaan arbaciin ama waxa weeye 45 qaar waxay sheegayaan 42 marka naxwa hada ayaa tilmaamay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyay culammada markaa sidan kale maraya waxay leeyihiin xadiiskani xoogaa waa ikhtisaar oo xadiis kan baa faahfaahsan kanna waa mukhtasaro waa la soo koobay ana sida sheekh albani uu sheegayo waana loogu horreeyey weji kale hadaba jira oo ku saabsan in la yidhaahdo maye dhowr iyo afartankan markuu marayo ayaa nafta la geliyaa wejiga noocaasina waa weji markaa jira tibiga cusub ama dhakhtarnimada hadda marka caafimaadka kolley aqoonta hadda loo leeyahayna waa sida marka hadda ay sugayaan mashaayikhda qaarkood oo marka aqoontii dhakhtarnimana leh yacni marka cilmigii sharcigaana leh waa siday aada ugu nuxnuxsanayaan oo ay leeyihiin waxa weeye waa icjaas nabawi waa icjaas nabawi ay markaa tilmaamayaan uuna marka waana sida uu taqriirinayo sheekhii la odhan jiray maxamed cali baab oo marka waxa weeye dhakhtarnimadana marka ku fiicnaayo marka dhakhtar ahaa aqoonta marka diiniga ana ku fiicnaa kitaab buu marka isaga leeyahay mawduuca uu kaga hadlaayo iyo masaa'il kaleba waxaanu taqriirinayaa ku nuxnuxsanayaa sida marka waxa weeye ay tahay inay tahay dhowr iyo afartanka markuu maraayo in ruuxda lagu afuufay qol yaha icjaas cilmi ka hadlaana waa siday marka maraan waa siday maran waayadii hore waa dhacday culammada qaarkood in ay maqleen inay qolyaha tibigu leeyihiin waqtigan hore ayaa lagu afuufaa laakiin culammada qaarkood warkaas waxay u qaateen inay tahay iska nadariyad ama aragti ay tahay aan marka xaqiiqa cilmiya ahayn oo sugnayn maadaama ay sidaas tahay sidii marka daahirka la ahayd naska naska ixtimaal baa ku jira nusuustu mar macaanida tilmaamaysa mar waa sariix oo waa ku caddahay marna waa muxtamil laakiin waa daahir oo macnihii marka waa macnaha soo degdegaya daahirka laakiin ixtimaal kala muqaabil u ah waxyaalaha sariixee si ku cad yacni waxa weeye taawiil kama suuragal aha laakiin shaygu hadduu yahay shay ixtimaal ku jiro oo masalan oo kale macnuu daahir ku yahay macnaha mutabaadirka ee soo degdegaya ah macnaha caynkaasaa la qaadanayaa naska lagu fasirayaa allahuma ilaa wax cad oo ka hor yimaada in la helo mooyaane haddii wax cad oo ka hor yimaada ama nas kale ha noqoto ama xaqiiqo cilmiya uu ka hor imanayo ha noqotee yacni waxa weeye xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in macnaha kale uu ixtimaali karo loo awilo si waxa weeye yacni marka aanu marka uga hor iman ama nas kale uga hor iman ama xaqiiqo cilmiya oo la hubo aanu marka uga hor iman
marka maadaama arinkaasi dibiguna aanu hormarsan waagaas arinkan ay u qaateen inay tahay aragti aan marka waxa weeye la hubin yaani culimada qaar kood marka ganafkay ku dhufteen waxaan yiraahdeen waxyaalaha marka atibada qaar ay sheegayaan yaani waxa weeye waa iska malmal lama dhageysan karo oo wax marka la aqbali karo ma aha nasku marka sidoo sheegaya ayaa la maraya waana sida xafid ibn xajar iyo gheeruhu ay mareen laakin baad ahl ilmi oo ku kalsoonada jira yaani warka ay atibadu sheegeen oo qaar kood ibn xajar ba ay ka horeeyeen waxana kamida sheekh looran jiray ibn zamlakani ba kamida oo ibn taymiya isku waqti ahaayeen oo dhintay 722 hijriga dhintay intaan ibn xajar dhalan ka hor yaani bi zaman ibn xajar wuxuu dhashay 773 buu dhashay ibn zamlakani wuxuu dhintay 722 ibn taymiya sanad ka dhimasho horeeyay kitab uu leeyahay oo kaga hadlayo i'jaaska quraanka xadiiskan waa soo qaatay mowduucana waa ka hadlay waayo masaladan quraanka laftiisu dawaa tilmaamo yacni yaan tirooyinka yaan la sheegin laakiin maraatibta uu marka ilmuhu marayo markuu urjiif yahay yacni quraanku waa sheegan yacni inuu xaalaadka kala duwan marayo laakiin taxdiid ahaan muddada ay ku dhacayso ma cadayn marka wuxuu yidhi ibnu zamlakani raximahullah مثل ذلك لبا احتمال بكتشرا وذلك اسم إشاره وحو أخبري كرا إنه النقض ظرفك إنه النقض مسترك يعني مثلا حديث يعني صحيح الله يا متشرا ثم يكون علقة يعني في 40 يوما أخرى أفرطا مع الموضوع كلا حديث تصريحين أيا لما هيو ومركا وحوية في 40 يوما في 40 يوما في 40 يوما صدح 40 حديث تصريحين أي الله ما هيو غاية ما في الأمر وإن 40 كوري الله الشيقي انت ضمن مثل ذلك مثل ذلك اللي يلي مركا إشارة حقا يكون دعي إشارة موحا يكون دعيسا ظرفك مثل ذلك 40 وحلم ذا وظرفك مركا إشارة كون دعي الله تلمامي بسوح الله تلمامي جمعها ومستر كأه لبدا من والله شو الله صار شهر يعني شمع جوا حلو صار شهر يجمعوا ويا مستر كوا حكوك ذا كشرا فعل كوا ذا كوك ذا كشرا وفعل كوا حط تضمون يا مستر وانا دع ذا مركا وحوي يعني إن يعني إشارة أما ضمير إن لو عليه مستر كان لو عليه فعل الصار شهر مستر كيس لو عليه اعدلوا هو أقرب للتقوى عدالة سمية هو عدل يقول مستر كان له علية مستر كم مين مستر كم اعدله بكوكو ذا كراء إلا وحوي فعل كو حكوب صنية معنى مستر يا معنى مستر أي كوب صنية والفعل ما دل على زماني ومستر إن دلالة تقتراني فعل كو وحي كتوصية مستر إيا وحوي زمان لبضا سكتوصية وقتي إيا دعضو يعني لبضا سكتو سنين سيئس كل لما نان شابن وكتر سنين ساس أود ابن الزملكاني وحورنا يا احتمال ما دام يتهين ما إنه ظرف كأون نقضي إنه مصدر كأون نقضه لبضا مركا معنى أهان وحصح نقنا يا إن مركا اللو عريو جمع إذا أو مصدر كاللو عريو ثم يكون علاقة مثل ذلك وحلقت الماما يا مثل الجمع شمعيغا خلقيسا مركا لكل ميو كلا يعني مركا أيو سان نغنيا أيا لغت المامي تكرنا واساس الله ولما وحا عضينا يبول مركا أطبادي با عديي مركا وحوي مددا المها لغو أفوفا يو نفتا إن إتهاي دوري أفرتن هبين مركا إن إتهاي وحدو قيسا حديث كي مركا وحوي إن صوت شاقنا مسلم صحيحة كسوري دوري أفرتن كتلمامي ينا إستغنا أوكي وحكا لور راعا حديث كان لفتي الساعة عبد الله المسعود رواية مسلم صحيحة قصه وريه باكرته وتلمام إيسا يجمع خلقه في بطن أمه مركي الله صور شيئا وحو مركا يريد ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك مركا انت الله صور شيئا يعني أفرتن كهبينه هراء أي وحو شيئا ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك وفي ذلك كردينيا ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك
لبدا موضع ما في ذلك أيو مركا كردين أيا وحن نقول أيا معنوه رواية ذاسي وحن نقول أيا علاقة وحن نقول أيا أفرتن كجده سو مركا نقول أيا علاقة نقول أيا علاقة نقول أيا ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك مركا مثل ذلك لبدا وحن نقول أيا سو جمعي في ذلك أنا وحن نقول أيا أي مركا وحوي إن 40 كلفتي سي أي كل عيسو oo kullamido afartan kala ayay ahayn isla afartan ka gudhiisa inay tahay marka saddexda xaaladood ba wuxu maraya afartan ka hor maraya adibaduna hadda marka sida ay tilmaamayaan saas weeye haddana waxa weeye dadbigu waa hor maro ilmihi waxa weeye waxa marka la daawanaya xaaladiisu marka sida ay tahay ba marka waxa la daawanaya oo marka waxa weeye la arkaya oo waxa weeye marka dhagaraca wadnihiisa marka waxa la arkaya waxaan ilayhiin waxa weeye lix weeg ayuu marka waxa weeye ilmihi lagu nooleeya lix weeg ayuu marka noqdo ilmo nool marka uu ku noqdo lixda weegna waa 24 ka riwaayada marka muslim sheegis oo lix toddoba lagu dhuftey 24 bay noqonaysaa ala kulli hal sida waxa weeye marka wajigaasi saas ayuu noqonayaa culamadii yaani marka qarniyada dhaxana baadhi kamid saas u sheegeen way marka u tilmaameen sidaas ay marka u tilmaameen culimada jamaahirtu siday mareen waa saddex afartanaad marka inay jiraan misalan ahkaam ba ku binaysmi sa ahkaamta ku binaysmi sa waxa kamida ilmaha yaani mal soo ridi kara hadii la yiraahdo waxa weeye ana afar bilood ila uu gaaro ilmo nool ma aha ilmo nool ma aha hadii la soo ridi naf lama dilin beeliin ila nafta marka waxa weeye marka noqoto naf nool ay noqoto yaani halka ayn kaas ah waxa weeye cismadii bay leedahay way dhawran tahay wa naf makhluuqa ah oo nool oo xurmadeeda leh oo sharcigu dhawray weeye weeyaan marka waxa weeye haday marka noqoto afarta bilood haday gaadho waxa la isla ogol yahay in aan la soo tuuri karin la soo ridi karin لكن حالات كانوا هناك خلاف باكو تشرا الشيخ ابن باز مثلا المر اللي ويديه وحاو يسقو يلي انتو مركو هناك سيدا حنا بلدو الشيخ يساو تلماما ايو مركي دنبا وحو اي شي يعني وحو اي هدي يعني وحو اي دوري افرتن وقال لفته دا انا لسور هدين يعني ما دام الروايات كقار كودو سيدا كل الشيخ اي اي تشران انا لسور هدين انك استو اي تشران علماء قار كودو مثلا انكو بنين sida waxa weeye maalikiyadoo kale waxay leeyihiin yaani waxa weeye calaqa hata duu yahay lama soo ridi karo biiraday iyagoo aan u qabin calaqadu inay naf leedahay haddana waxa weeye iyagu wajigaasay marka mareen yaani calaqa duu yahay yaani lama soo ridi karo ayay marka yiraahdeen marka ala kulli xaal hadii la eego dhaqdhaqaaqan waxay kaga jawaabayaan yaani jamaahirtu dhaqdhaqaaqan ilmuhu dhaqdhaqaaqayo oo waxa weeye de inuu korayo dhaqdhaqaaqayo iyo waxyaalaha noocaas ah waxa weeye waa wax marka la haleelayo weeye oo marka waxa la garanay marka waxay kaga jawaabayaan oo leeyihiin yaani dhaqdhaqaaqan wuxuu la mid yahay kiibu marka la mid yahay yaani marka koritaanka dhirta iyo markaysa waxyaalahaas oo kale ayuu la mid yahay oo dhirti waxay leedahay nooc marka waxa weeye annumugu يعني وحوي إن كرتو وأي مركز زيادة يسو كريسو أي مركز لا هذا هاي وحي لا هذا هاي مركز وحي التنفس بي لا هذا هاي وحي لا هذا هاي وحوي مركز يعني نوع حركة بي لا هذا هاي وات المربز زيادة يسا مركز وحوي تاس وكلا لم يتبي لهدين التي مركز وحوي حيوان كي نولها أو كلام ما أهبي ليه لكن مركز الروح ذا الوقفوفه مركز وحوي يعني مركز متكدو بي لنايا adigu ala kulli hal wajin noocaas kaga jawaabeen marka adigu hadii la eego taayfada marka ku tagay in marka laga tilmaamayo waqtiga nafta lagu afuufaya inana ku sinayn marka waxay 4 bilood ay ka horeyso oo waqtiyadan hore marka lagu afuufayo ama bisha markaysa waxa labaad aakhirkeeda in lagu afuufayo ama qaybteeda dambe ayaa marka waxa wajigaas ayaad mooda insha Allah inuu sax yahay wallahu a'lam حديثكم حكرت المامية إن وحوي ملك الله صدر أيو أفر كلمة ذو قرية قرأ الهراء الشري
وقرالك يعني اللوح المحفوظ كالقو قرأي كقرال الذي وابدين هنا واحد شرى قرال يعني قرال قديمة آيات شرى وكوه الرئي مركا عرارك يولولك بأبورك وذكوه الرئي إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني إلهي وحو مركا قرأي مقادير الخلائق ذا إنتان عرارك يولولك أبورين كهر كنتم كنا الصناع كسوى قرال كي هرئي قديم كهوي قرال كي هرئي قديم كهوي قرال كلا تشراء ومركا وحوي يعني أبورك مركا آدم كهرئي مركا أفرطن أفرطن سنة كهرئي يعني سوى نواة تشراء حديث بكساروري على كل حال كاسنا وقرال كلاوي قرال كلاو واحد تشراء عمري أهم qoraalka umriga waa ka marka uurka hooyadii ilmuhu ku jiro la qorayo qoraal kale jiro marka isaguna sanawi ah oo waa kale leeyahay qadriga marka la qoray marka qoraaladu saasi u kala duwan yihiin qoraalada hore ee marka saabiqa ahi kan marka malaa'igtu ay qoraysaa marka qofku amalka sameeyo isagu qadarkii kama mid aha waxay noqonaysaa shaygu marka dhaca dabadeed bay ugu qorayaan laakiin qoraalada kale afarta qoraal ee kale nu sheegney iyaga marka shaygu intaanu dhicin ka hor ayaa la sii qoray مركا وحوي أرزاق ذي س يعمل كيس يأجش س يشقي السعيد كوي هاي أنت مدول بولقري ما هل لكن تاسقفك مركا إن يعني اختيارا لهين إرادو الروح الله خص بي ماها وحوي روح مركا إرادة ذي س يدوني تان كيس يختيار كيس وفعل قصة ماين يا إن لقدران وك إنسان يسئل ويا هاي مجبور إنه ويا هاي إنه خص بي هاي يعني مركا مفائدينس قفنا وكل قرنا يا فعلك اختيارك وكل إيمان أيه فعلك ودرق أنت كل إيمان أيه خص بدة وأميدو مركا كل هليل أيه أو كل قرني أميدو كل قرني روح ذي بالوقف فا روح ذي أي الوقف فا نفتي أي الجري الروح ذو النفتي أي لقت المميم نفتي أي لقت المميم روحنا واحد عيسى إنه نمك قبرنا والله مدة شخص يوم بلوش يداي يعني هو يتصال أون هذا مركا الرجل الأورناي هذا أمنين هن نقض أما قفتم رهن نقض وحد عيسى وقت إذا قار كودي إنه مركا عمل كي أهل تشنها اللي يمادو ده إنه مركا ذنب هذا آخر كخاتمة دي سأي حماته يا وده إنه مركا نار تساقو قلو أما عمل كي أهل النار كأيو سمين يا سمين يا سدو سمين أيو أي مركا أجشي سسود وده هي بايلا هاي خير كوافتشنا يا وتوبت كينا يا ونكسنانا يا ده نمر كاسو كل ما نيا عمل كي ونكسنا وحلقة قادنا يا روح وح كل انت إنته إنما الأعمال بالخواتيم وتحديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر وطي عمل لذو وحي كسر نادين يعني مركا خاتمه يك وضم بين خاتمة ذا وضم بيسا أيوم بعمل كي أسقف وقصنيس هدي ونكسن تايا دي حن طيبة مركا وحوي يا خاتمة ذا وين إلهي لقبر يا خاتمه ونكسن إلهي كو خاتمه روح وربا من الله كبريا إلهي خاتمة ذا ونكسن لوي ديس دا أساسي لوي آل العلم أقاركوذ وحيدا روحا مركا عملك ونكسن لا إيماني أو دا مركا دم خاتمة ذي سحماتي مركي وربو حاكو سغني دسيسا كو سغني دو نيا دي سي إخلاس كيسو صافي ماهي مركي وربو حكو تشري تاسنا وحا عضينا سر رواية صار ورطي حديثك كم دا أو صحيح حاكو سغن وشيغي سلا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس عمل كأهل الجنة وكالو الله إيمانا يا سيدة ذاتك أمو قطة يا مركا سيدة ذاتك أمو قطة وحلقة فهم يا يعني وحوية عمل كاسي إن وحوية كلي وحكتري حق إعجاب هالنغطة يسعى تشبين أيو غرور مركا إسكوك تسوية أيو مركا وحوية إسلاك الرئيو هالنغطة هالنغطة مركا إسا مركا ريائي إستسئي وحيالي إني كتشران وعمل كيسو وحوية يعني مركا أنو صافي أهيو أنا الصافي هاي. تبا وحي أصابتي إن خاتمة دي سحماتة أي أصابت. إن خاتمة دي سحماتة أي أصابتي. عرما ذا مركي الشيغيان مركي وحي بابك يعني تريبك مركي الشيغيان يعني ما إيقان مركي سا مركي وحي يعني زيادة داس فيما يبدو للناس. سيدتكو خاتمة ذا وقبقان خاتمة ذا نمحو يعني لو قورورو إلهينا آد الله بريو لو قند دالو مركي وحوية بريو ذا إلهي لبريو يلو قد دالو. تاسو حوية يعني ما يدهدان يعني أداد نفط هذا إخلاص من كأكتاي وحوية مركا تاسو حبها كبقين لكن خاتمة ذو إلا قبقها يعني سوى عواقب تمؤقا
عواقبته يعني ما أجا مركز أساس أودد وين آدي آد يعني الروح إلهي بريدي سأو بضياء يعني إلهي عمل ك عمل ونفسه وختمه إنه يعني إلهي حقق قصته أساس أودد بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعدي س وحوق بضنيل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أساس أودد نيل يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يعني مركا دعوينك عينك سنة بيكون دعي سنشري مركا دعوينك وإن آدي آد يعني الله بضياء ومركا اللو قد دالة مركا بضين تلا بضين أيو اللو قد دالة حديثك بقول النبي اللحدا عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشة وحي الشيكتي والنبي عليه الصلاة والسلام أريد سيأهيد حاسكي سيأهيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كم غشى رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حال ورنايه إن الملائكة تنزل في العنان إن الملائكة ملائكة تنزل ودكتا في العنان ضرورها يدكتا وهو السحاب يعني وحوي نقدر كان مدرج وي وحوي حديث كما كمان بذا هذا كعائشة لكن راويك أياكو فسري وهو السحاب والضرورها وي الصحاب وزنا ومعنا حق وزني ويسكن وزني حق معناه أنا ويسكن معني فتذكر الأمر قضي في السماء وحي الشيخ تأر المركز السماء اللقاء حكمي واللقاء قدري فتسترق الشياطين السمع فتسترق وحي سواحد الشياطين شيطان مذو وحي سواحدا السمع هذا الكلام مقلي سواحدا أي المسموعة فتسمعه ويمقشا فتوحيه وحي أشيكتا يوحيوتا بمعنى أي أشيكتا أغيسيسا إلى الكهان كوفاليا يا شيء أغيسيسا شياطين تا أغيسينيس وكا الشياطين تمركا كلمة أي ملايك تكسوا حضان أي كسوا الضفان أي دون كلمة دي وحي كسوا التوران أوحيودا كوفاليا يا شاء فيكذبون معها مئة كذبة وحي بين شيغان معها كلمة دا أي صوت ضفين صوحة دين مئة كذبة بقول بينوض بين شيغان أي كل ران يعني كذبة يا كذبة يا كذبة انت مدول بالله ضب دين من عند أنفسهم حق النفوه دا أي بقول بينوض أي مركة وحي كغل ران وأي مركة كل ضفان عجيس كان لفتي سوح سوري بخاري مسلم واسكوا فقين وحانو تلمام يا النبي عليه الصلاة والسلام من الشيغي ملائكتين أي مركة وحوية ضرورها أي سورة واتو ضرورة تماضو مالك ملائكة ضرورة إيمادان هذا الكائن ملائكة كل شيء كيسانيان أي الشياطين تلقى لقيان مالك سيدة وإن مالك كلمة ذي كسوا مقلين بل لسوا عراران مالك سيدة وإن كهانت كسوا طوران كوي ساحبة ذو ذا أهاي فارياش أها وحيالها مالك فرسموين كان ضدك أي السميستين أما حدقها كفاريان أما وحوي قرورها كفاريان أما حريتمها كفاريان أما يعني ربل كه كفاريان يعني نوع يدونهم بهكو فاريانه كواس غيب كواحكة شيء جاية مركب طريقين كأي سميستين وحكة شيء جاية مل أول كأ أي مركب قط طوران شياطين تقصو طوران شياطين تمركب قصو طوراننا بقول بينات بيكودران يعني كهانتي بوحي كودريان كوي كاهي ماذا بقول بينات بعض أهل العلم نوحي إلى ما يكو كودريان وشياطين تلفتوده والشياطين تبقى قول بينود انت يقصوا اللران اي وحي ودي بيان كوي كهانتها قولك كلنا وحي ليا هاي ما يكلمدهم بيقوا الشيغاني كوان كلام مركا الشياطين الانسي قاهي كهانتها اي يقوا مركا وحاو يكدر اي بقولك بينود على كل حال لفظك لبضا واقبالي كرا لبضا با ومركا اقبالي كرا مركا وحاوية حق قربي ذا مركا لقايا اقانا فيكذبونا يعني وحاوية وحاو يعني كهانت أي مركا أدو إن لقت الماماي مركا دتك مركا أشة كان هدو كلمة دي مركا دتك أركاب يورنا يا الله رم بدنا ما يجي يوم بقولك بينود كل لرن يجي ما يان تصنوا حكوا تصنيس أساس دتك باطل كلوش عليه سيء كتصنيس يا وبقول بينوديو كلمة رون محيس كقدعان يا تو حيس كمدعان هذا مع ذلك كلمة دا سأورك سلوى أقبل إياه والأورنا يحوي يقانا ومرك يحوي وعجيب وي يعني ساس الأورنا حديث كان يحكوت الصين إياه لمن كفار ياشا إيا الشياطين تو إني الساحبيهين
waxay ku saaxiibeena waxay tahay waxa weeye shayaatiintii way lumiyeen dadkana waxay doonayaan inay ku lumiyaan yaani kuhaantan inay ku lumiyaan dadka ay doonayaan kaayinkana waxa la mid kasto de waxa weeye farsamooyinka dadku ay sameysteen qaybka kaga warama ayaa waxa la yiraahdaa kaahin ayaa la yiraahdaa wax kale iska daaye waxa markaa de nabiga kaleey salaatu wasalaam ibn sayyad gacantiisa ayuu wuxuu ku qariyay aayata dukhaan dadna wuxuu ku yiri gacanta maxaa ku jira والدخول يعني الدخان ما كتر الدخن هو لغة في الدخان يا كلمة داس الشارع نبي حكول عليه الصلاة والسلام اخصاء فلن تعدو قدرك يعني الدلو يعني قدرك كتلا بميسي يعني إنه قعنت وحا كتر تكور رمي أيو حكو حق قصدين وكاهية هي إنه كاهية وحق قصدين مركا وحاوية شابك وحا لقو قريي أما قعنت وحا لقو قريي أما بعضه ماشى كل سكان تهاي عدو كل ذلك كورمه يعني الشيء وحي أشياء ذا كم إذا عدو كورمه أو إذا سوي وحي نغني سينو مركا كاهي هاي أي نغني حديث كابغلي صدحي لحدا عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحي شيكتي إن حارث بن هشام صحابي اللي أورنشري رضي الله عنهم يعني صدق إياه وحوي عائشة إلى الله كان نغذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحويدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي سدوك وقوي مادا وحيه قال كل ذلك يعني سدوك لما أنت ذوي وقوي مادا سدوك وصو دعي سياد مركا وحوين يعني مالين إسو يعني لما أنت ذوي وقوي مادا مركا صدر نصير فسر انت سوى جملة مفيدة وقار كذا كل ذلك مركا صدر فسر يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس وأي ما دابا النبي عليه الصلاة والسلام ملقو أحيانا مرمرك قار كذو حيوي ما دا في مثل صلصلة الجرس يعني دوانكا يعني مركا وحوي دلالو دي سوكالة عضل لمدو مرئوي ما دا يعني وحوي شرسكو وحوي ودوانكا أما وحوي مركا وحن مركا دلو دلو ليا كور أما ها هاتو أما دوان ها هاتو يعني مركا كاسو كلا ايا وحليها شرس بريها مركا وحيو يماد ما مركا قاركود في مثل صلصلة الجرس يعني دوانكا دوقيسا دلو دلو دي سوكال عض لمدو مرئو يمادا أو ساسوكال إله ضليو فيفصم عني وإيقو يا وبمعنى وحوية هذا الكي أيو مركا يعني تشوتشيا وإيقتغا وقد وعيت وحو مركا إيقتغا والحال قد وعيت أن ويليه حقيقي أن ويليه ما قال كيو يري أن ويلي ما قال كيو يري أن ويلي وهو أشده علي وانا كإيقدرا أركا أصيدا إيقوي مادو وكإيقدرا ويتمثل لي الملك ويسوسو كي أكيسيا الملك مربو حيسوسو كي شبها يسوسو كي أكيسيا أحيانا مرمرك قار كودنا رجولا نين نبو إسوسو أكيسيا الصورة نبو قيمادة فيكلمني مركز إلى هذا الله نبي أرنى عليه الصلاة والسلام فأعي ما يقول وحان ويليا وحي إلى هذا أي ويليا مركز سداسنا وأي قيمادة أي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان بخاري مسلم أي سقوا فقي وحديث كانت الماما يا كيفيات والنبي عليه الصلاة والسلام كيف يذهب النبي قال له وحي ينشري أو وحي قوي منشري أي مركة المامية إن كم إذا هاي إن الصورة نقوي ماذا سيد حديث كي مركة معروف كأها عمر بن الخطاب يسورين أيان أبو هريرة يسورين أيان الشيخ أي إن مركة النبي عليه الصلاة والسلام نين وحوي إن قيمي يعني مريعة عد ستة أو وحوي مركة رات صفران وكم موقن عد كم إذا ضدكي وقرن السنة أي نشرين هذا النبي السؤال هو يديي أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان وحقيم الصورة نبويمي وحان النبي أقول من شري مرر بضن دحية الكلب صورة دي سأيو أقول من شري نتاصل نقول روح بضن أها أيو موقال في سمرك أقول من شري يعني مرر بضن صورة بشر نما مركو أقول من أيو حصمين يا إسو أكيسين إنو بشر إسو أكيسيو مركانين أي صورة يا صورة دي سا ملائكتنا إن السميان تمثل كواترتا فتمثل لها بشرا سويا
القرآن كباطي إلهي نوغو الشاقي إنو مريم ملك جبريل ويمي صورة بشر يعني نين صورة دي بويمي نين موقال كي أي مركة أويمي مركة تان نبي عليه الصلاة والسلام ودعي شرطي إنو ويما دمرقو أو سلا أوحيو سلا بعدنا والشيغي أو إن صورة دي سم ملك نمو ويما دو لكن أنا أركي نين ونبي عليه الصلاة والسلام يعني مركة وكسو ديغو مركا دبنا وعطك مقلاي وعطك ودمودو إن روقا دوان كوكالة إنو مركا وحوين عطكي سكبحي مركا حالد النوع أسعى سيدا سنوى دعي ترتين نبي عليه الصلاة والسلام إنو مركا جبريل وحيودو إنو مركا جبريل وحيودو سيدا نوى دعي ترتين لكن وحي قد ذاتذي سمركا لقاها الله يكيفيات كنقول لي دوات شريم وحكا لو ترى إنو مركا قلبك النبي عليه الصلاة والسلام وإلهام كتوره يعني وحوية تاسيدنا ودعي كرتين أما قلبك يسوح كتفه يعني مركة هذا المركة وحيئة إن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ماذا أفراد واترتا وهردد لفتيدا النبي عليه الصلاة والسلام وحلوه الشيطه وأنا تو عبد الله بن عباس ويل رؤيا الأنبياء وحي في يد النبي يدوى وحي والنبي يدى الشيطان كو وحوذكم عليه ما دام الشيطان كو وحوذ أن أخرى هين وحي الرياضة الله قشا أما الرياضة أي كو أركان النبي يدوى وحي نقنيسا وحي بين نقنيسا وإننا قررنا قصدي النبي إبراهيم إيا إنا كيس إسماعيل مركي نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام hurdada marka lagu amray ama lagu tusay isagoo inankiisa gowracaya waxa waajib ku noqotay inuu marka isku dayo gowraca oo inankiisa gowracaayo waati marka suuradii suratu safat qissadiisa ilaahay kaga waramay oo inagu sheegay hadiska 416 aan ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas ibn abbas waxa uu yiri nabiga alayhi salatu wasalam وحو أها أجود الناس دتك كأود يأخذ بدن أيوها دتك كأود يأخذ بدن أيوها وكان أجود ما يكون وحونا أها وقت وود يأخذ بدن يهي في رمضان رمضان قد يهد بوها حين يلقاه جبريل قرت جبريل لكلمه قرت صيه أجود ما يكون بمعنى أجود أكوانه أو قاد دي سوختك أو أمرك ديغد بذين وحي أهيد في رمضان رمضان قد هيد به حين يلقاه جبريل قرت جبريل كلمه قرت صيح وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان وحون أها جبريل عليه السلام من النبي عليه الصلاة والسلام لكلمه في كل ليلة من رمضان هبين كستور رمضان كم مذا من النبي لكلمه عليه الصلاة والسلام أيها فيدارسه حلا أخرين شري القرآن قرآن كأي لا أخرين شري وبمعنى كنا أخرين شري كنا دقيسين شري أما للسبعين شري إن صح التعبير فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أي فوالله الله من كل أرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حين يلقاه جبريل قرت جبريل لكلمه أجود بالخير من الريح المرسلة وكقد يقبضنا خيرك من الريح الدبيشي المرسلة لصودري الرحمة أما بشارة لصودري المرسلة وحلوت شيء ذا المرسلة بالخير يعني واتيل لصودري بالرحمة أو البشرة نحريصة لصودري أما بشارة لصودري الدبيشي واحد شرط الدبيل دير لصودري عذاب لصودري تامر كالقو مشبهي وحوية وحلقة المامية دبيشي خير كلا صادري والرحمة دا أما بشارة للا صادري نفع جيد سيد عام كوية هاي وكالة أي مركا النبي قلنا عليه الصلاة والسلام أشبهي ومركا لكن قد يقبضنا حديث كان مسلم ولا سوري بخاري لما قارنهم حديث كان وحاو تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام دا ذلك أخير كود ذلك شري يسيد مركا قد يقبضنا أي حديث مركا فائديني
وحوي مر والبا أن النبي خير كديق سكوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس من أجود لمؤرن وحلي أجود الناس حي لقري اسم تفضيل أي لقري وحكر الله قاضنا يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه مرك عمل كخير ككرين شري وقت رمضان تا أو يعني مرك صدق مر والبا خير كي وخير كي صبضنا هذا وقت رمضان تنا إنه سيسي هذه شري أي حديث قط السنية وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل مرك تاسنا وحلقة قاضنا يا يعني كلا ك عدة ونكسن لك كل ما إنه كقيب قاضنا يس خير كون كرنا خير كون سيسي هذا سي كرنا إنه كقيب قاضنا وجبريل وصالح ما دام ولا كل ما يعني خير كي وكسي بديه مرك تاسنا وحلقة قاضنا يا إنه خير كوكسي كرنا يرد الصالحين تأكلن كلا لك كل ما معنى كعام سنبا لقى قاضنا يا يو دي هذا ملك بوها لكن مركا وحيد ضد صالحين هدي لك كل ما لفت هذا إن التأثير لهذا هاي أي علماء معناها عام كايقو كئيقية أي مركا كربحين وحكرا لقى قاضنا يا نبي عليه الصلاة والسلام هبين كستور رمضان إن جبريل لك كل مجشري أو إمان شري أي مركا لقى قاضنا يا وكلن كيس جبريل لكل ميا أوقاتك لا إني كبد نيد وقت رمضان تا كلن كأول كل ميو وعكروا لقى قاضنا يا هبين كرمضان يمارين تر رمضان إن هبين كرمضان فذ بديه أو يعني قرته ولا كل ممالي اللي ينوم الشيجين إن هبين ندي يا هيب الله ينوم الشيج وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان مركا ليالي رمضان أفضل من أيامه ما هبين نظر رمضان وكفض بضنته هاي ما المه رمضان وكفض بضنته وعكر الله قاضنا يا وقت رمضان تا إن قرآن كان لقود دذاله وقرآن كي يعني دذال لقوي ما دام قرآن كان لسود تشي رمضان تا لسود تشي رمضان وهبين ليلة القدر يا سود تشنتيسا لسود تشي هدي اللي يلاذو والله بلابي هدي اللي يلاذو وحلقت الماما يا جملة هاني اللي سود تشي لبضى قول كي لقو صعدبا يعني تاصنا والله قاضنا يا مدارسة حديثك الشيخ فيدارسه القرآن قرآن كله مدارسين كري وحويان سيدا مركا وحوي روايات كقاركود أي عضينا يان نبينا عليه الصلاة والسلام وأخرين كري وجبريل وكرد جيسين كري جبريل النبي وأكو أخرين كري عليه الصلاة والسلام مركا وحلاقة قاضنا يا سنة مدارسة وفي عن إن يتهي إن مركا وحوي عند القرآن كإسل الدرسيسا أما بعبارة أخرى إسل الصبعين يسامد ولباء إنه أخريو يعني القرآن كي أردن ما يسترن إنه أخريو أي الله قاضنا يا لكن هدي وحوية مدبقة در أخريو سيدة دتكو عاديستين وحوية مركا وحنقونا يا مدول بقرآن كي إنه ككرق أن يهي أن أردن ما يسترمين لكن مركا وحوية مثلا نكر لأخرين أي الصورة لأخرين أيو صورة دي جبريل لو آخرين شري يضل ما يسترن محمد لو آخرين شري عليه السلام عليهما السلام يضل صورة لما ما يسترن تو آخرين شري أمد بمركا إنه قدر قاطع أنت كلامك ككلا آخريو سيدا مسلمين شرين قرآن كنا يعني سحدي يهو بنتي شخصي قال لقاه بنا أي ما لما ما يستر ما يسو هدي وحوي أن قرآن كي لما ما يستر لقد لقي السنين قرآن كي لما ما يسترن حدان مركا لقد دقيسن مركا ساس آوديد مدارسة القرآن سنة ذو سيدة التهي إن لبضى مركا شخصي مدول بقرآن كي وضع أخريو ومركا وحوي من مدول بلقد دقيستو إن أي سيدة ستهي أي مركا لقا قاضنا يا ولا قلب حيا طريقة هذا مركا أي سميان كل جيسك أفريكا هذا لقا يقانو يعني مركا الصومالي ذو كل يوسي بضان تهي وأهم مركا وحوي إن آيات آيات لو قاضنا يو يعني عالم ككل ومد غريب كؤه وأم بضيب لقى استعمال إلى ذو العربية مد لقى يقان ما أها طريقة النوع عساء سيدا أي مركا الشيغين يعني علماء ذا مركا قرآن ككو ألقان له ومركا وحوي اعتناق خاص كأكل يا سيدا أي مركا الشيغين رصائش قار كودنا أي كو قرين أو كقهر دين وحوي مركا وكمد يهي يعني مركا كيف تحفظ القرآن غو ثاني يعني سيد مكا كل شيء جايو وحورنا يا مشايخ سومالية أي إيش شيء جايبو حورنا يا يعني طريقة النوع عصا السميان ما
marka bilaadul carabiya mid lagu yaqaan ma aha wuxuu soo sheegay yaani marka in bilaadul ajam qaar kood in isa isticmaalaan oo waxa weeye dadka qaar waxay warameen buuro ii sheegay isagoo dhul badan wareystay yaani caadadka ay kale yihiin taxfiidka quraanka iyo sida u qaybaan iyo sida u hayaan waxa marka uu sheegaya yaani bosna iyo hersek in marka waxa la sheegay buu yiri inay qaar kood saas oo kale sameeyaan marka ala kulli xaal tariiqadani waa tariiqo kulli marka qariib ah oo aan marka bilaadul carabiya mid laga isticmaalo aan ahayn sunnadii mudaarasadana ala kulli xaal yaani waxa weeye mid waafaqsanayd saas inay u ahayn sida xadiidkan riwaayadkiisa kala duwan iyo sharaaxda marka xadiidsaba laga fahmayo mid waliba qur-aankii oo dhammaystiran inuu akhrinayay jibriil iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sunnatu lmudaarasa sidaas iyada ay ahayd xadiisku wuxuu kaloo ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu khayrka siduu markaa ugu deeqsiga ahaa ee aadka iyo aadka ugu dadaalayay inay aada u fara badnayd oo dabaysha khayrka lala soo diriyo raxmadda inuu uga degdeg badnaa taasna waxa weeye markaa waxaa laynoogu sheegayaa si laynoo tilmaamayo yacni xaaladii in marka aada iyo aada yacni markaa si loo fahmo ayaa markaa la keenay min arriix almursala si loo keenay saas iyada weeye awqaad kalaan ramadaan ahayn yacni waxa weeye waa dhici jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam in la mudaaraseeyo waagii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mudaaraysan jiray ramadaanti kasta hal mar laakiin tii ugu dambeysay wuxuu nebiga la mudaaraseeyey yacni laba goor sida marka axaadiista qaarkood ku saaroortay xadiiska 106 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه إذا دعا الرجل مركون إنك أي رود ضلبه امرأته هوين ديسا أما أوري ديسا أي ضلبي أما أي ري إلى فراشه فراش كيسي انتكاءها طيب أغي فأبت أيديده فبات غضبان عليها فبات أبريوها بينك هذا غضبان mid cadhaysan marka uu ahaado calayha iyada uu cadhaysan yahay lacanatha almalaa'ikatu waxaa nacdasha malaa'igta ayaa nacdasha xataa tusbix ilaa ay ka subaxaysanayso waagu uga baryaayo malaa'igtu waa nacdalaysaa xadiiskana bukhaari lama gaar noqon ee muslimna waa la soo wariyey muslimna waa la soo wariyey fabaata ghadbaana فبات أبريو أهذا بإنكاس غضبان حال عريسي هي غضبان حال بين غنس فبات أبريو بمعنى هبينك وتشوغو غضبان حال عريسي هي عليها قبردا وعريسي هي وديد ماذا أي ديد دي وعريسي على إبائها لعنتها الملائكة وحن عذا ليس ملائكة يا نعذا ليس حتى تصبح إلى كصبح يسنى سواق وقبريايو ملائكة لعنت دا وقوة ضيساه ولعندي واستمراريسا وسنانيس ملائكتا نعذريسا وحي علماء قاركود إلى هذين وحلقت المامية وملائكة الحفظة ملائكتا دتك وحك قرية خير يا الشر وحي دتك السمائية أن ملائكتا قريسا أي نعذريسا بعض أهل العلم وكسب بدين واتشرا ويلو حي أقبل كرتا إن ملائكة لولا نعذريسا إني ترتنا وأخبري كرتا waxaa laga qaadanayaa ninku hadduu markaa waxa weeye uu xaaskiisa haweenaydiisa uu markaa dalbo u yeedho oo gogosha markaa ugu yeedho waa kinaaya can aljimaac yacni markaa saa ugu yeedho ama markaa waxa weeye wax ka sokeeya oo markaa istimtaaca ama markaa waxa weeye yacni laftiisaba ah jimaaca laftiisa ama muqadimaadkiisii kay doontaba ha noqoto hadduu gogosha ugu yeedho inay marka ajiibta inay waajib ku tahay laga qaadanaya xadiiskana wuxuu tilmaamayaa goor habeennimaa buu sheegayaa laakiin xukunku waxay yidhaahdeen culammadu kuma gaarha habeenkii oo lagama qaadanayo maalintii inay bannaanta inay diiddaa lagama qaadanayo laakiin habeenkii arrinkeedu waa ka sii adag yahay oo wuxuu ka yahay awkad ayuu marka ka yahay marka waxaa laga qaadanayaa hadduu markaa dalbo oo uu markaa wax doono oo u yeedho inay ajiibto aqbashaa inay ku noqonayso mid waajiba inay ku noqonayso diidmaday diiddaana hadday markaa waxa weeye cudurdaar ay ka maran tahay waxay noqonaysaa dembi kabaa'iray noqonaysa
يعني عذر دار دي أنو تشرين شرعي أهي وحي نغنيس الدم بكبائر أي مركان نغنيس دي حتى مركا وحوية أيلا ذهي عاددي إني الديد دا مركا وما بنانا وإني مركا وحوية أتما الضا لكن وحوية مانع مركا وإني وشيكتا وحانا دعي كرتا يعني وح مركا كالسوكية يعني مركا قل مدي كالسوكية إنو مركا أغرى حيستو أي مركا وحوية سورة قلقة تاسنا وإيو بنانتا هاي ما دام مركا وحوية إنتي أبناني يعني إنو أبنان أي ترتو وحوية استمتاع سي مركا أبناني هاي وحي نغنيسا إني تاك أجيبتا إني مركا لازم كن نغنيس وان الأرنين هدي وحوية مانع سي أيالو وحيد أجرو إجابة دو مركا لازم كما أها ويسكدي ذكرتا مركا أن الأرنين كل بلاكين إني أغلاطة قلمدي أغلاطة أمبنانا وأيو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كبدو يدو عادقبتا إن لو قلمودا وحاران ومركا مبنانا واتقي الدبر والحيضة وكي حديث الشيغاي يعني مركا عدو مركا شيء حارانا كطلبه وحي نقنا إساء إني كدي دأي نقنا إساء يعني أطيعتان إلهي أطيع عيسو إني تاس أودي دو أي واجب كن نقنا إس لكن وحي أبنانا وإن مركا وحوي أيني أودي دين مركا تاسنا وحلقا قادنا يحقا ننكو إن وينيهي أي مركا لقا قادنا إلا لقهر مريه سنة ياشي لقهر مريه صنياشي لجهر مري كوربا النبي قصعبة عليه الصلاة والسلام وحيكتري نكيو هديئا مركز الصوم ويأفرنيا حيقو خصبيا إن أفرو الصوم كالسنة بيشيس هدانت كذنا وإقراعيا هدانت كذنا وإقراعيا نكيبا النبي قصعبة عليه الصلاة والسلام أرنكيب ويدي تبدو نوحو يا رسول الله أنا وحنا هاي يعني مركا نضل يرى أبانا هاي مركا وحوية أنا وشوقة أي مركا صن صناء إسكسو ميساء أنا وانو باهنا تنكر أنا وحكا جواب وحيري وحي كنت كان إساء سورة دير بي كنت كان إساء أو يعني وحوية قراءة دي أي سلادكو أخرين إسيب ديرينيس مركا سال النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري يعني قراءة الصوت قابصه أي النبي أمر عليه الصلاة والسلام وعكر أمري والنبي الشاقي عليه الصلاة والسلام حديه حوي مركا هوين إيدا وننك يدتشوغه صن صناء إن السومين يضو إدمو أقلاد موية سكلا إن السومين صن صناء حو الشرطة صن كوا إن السنية السجن تشوغه labadaasi hadii ay jiraan isagoo uu idmo uu ogolaado mooyee soo sunnaa waynaan soomin ayuu nabiga uu calayhi salaatu wasalaam marka taasna waxa laga qaadanaya xaq ninku sidoo u adag yahay baa laga qaadanaya iyo xaqiisa sidoo u weyn yahay saasawada culimadu waxay yiraahdaan yaani xaq ninku kuleeyahay haweenaydiisa kuleeyahay waa ka weyn yahay waa ka adag yahay xaq labada waalid ay kuleeyihiin إنن تاس يا وهذا يمر كان نقطه لبده وارد إيو إيو مر كان وحوي الزوج كا يعني قبر إيو حكوا حق وين من كذا كذا حق وين لبده إذا وارد لبده إذا وارد من كذا أي كذا حق وين سيدا مر كان أدلة لقى قاضنا إيو أهل العلم يقولون أي مر كان نسكريين أدلة كلام موضوع النوع عسل قدر إيشان أساس أودين أي حتى صار رطي marka waxa ay labada waalid ay qabanayso inay marka idan qaadanayso ay soo arortay haday ogtahay marka inuu ka raali yahay oo marka aan u diideen dhibi kuma sugna yaani haday marka saa ogtahay yaani marka dhibi yaani kuma sugna hadisku wuxuu kale u sheegayaa laba arin marka dhacaan ba lacnadaasi ka imanayso labadaas waa maxay koow waa inuu doono marka uu dalbo oo marka waxa weeye yaani marka marka hore talabku waa inuu ka dhaco oo talbayo oo doonayo marka labaadna waa in marka diidmadeedii uu ka cadoodo adu isaga cudur daaro waxba aanu ka cadoon lacnadu ka imanayso yani ninku waa talbayo waa u yeeray waa diiday waa isaga cudur daaro waa isaga dul qaatay uma cadoon malaa'igtu inay nacdalaysa kama imanayso waayo maxaa xadiiska lagu kulmiyay
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها مركا لبدا أرينو كلمي بلعنتك إيمانيس حدي مركا وحوي فبات غضبان عليها شرط أين أهان لهين مركبة وحلوران لها فأبت لعنتها الملائكة مركا هدان وعرون إيساق أدلقات وعفية وكرالية هاي يعني وحوي أن الحمان للربين يعني حالك النوع سعر أينك غالب نغان أمان وعرون حالك عين كاسة يعني مركا لعنت دي كما إيمانيس من ملائكة النعضشاء كما إيمانيس مركا لبضا أرينا وضا السعودة بحكم كإيمانيس وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين مراقي البيت قصة جنبه وحط الماما يا هدي لبا الشرطي وحكس ببوبان لبا الشرطي إسراعي وحكو دعي شيء قاسي فبالحصول للشرطين لبضا الشرطين لو وضيها لا يكون عيس لبضا الشرطي إن لو وضيها لا يكون عيس مركا لبضي الشرطي مركا ينكل من يعني مركا كما إيمانا أيوه جزاقي شرطي قاسي كإيمان ماي هل كان واساس يدوي هل كان سلاس ويا وحصارت الرواية كلا حتى تصبح بدل كذا وحصارت الرواية كلا أرنيس حتى يرضى إلى أكرر لأهض مرك حتى يرضى وقت قيد وكبل رنكرا وانا كي رنكرا إلى أكرر لأهض إلا عندك وضيسا رواية المحي الشيقيسة إلى واقو أنتو كبري لعنتك وضيس رواية كلام مركا اللي يوضى حتى يرضى حي ملائكة النعضة ليسا إلى أكرى للنقضه هدي مركا وحوي انتهبين انكو اسكتشرو مركي دنبا ويسلط قبيه وكرى للنقضه لعنت إني اسكتها قيسي تلماميس مركا وقتي وكيران كرا وانا كبضا كرا وهدو مال انتي حتى اسكعر يسناده يا وحوي aan wari ka raali noqon waxay noqonaysa marka in lacnadi malaa'igtu ay sii soconayso ixtibaarka riwaayada marka la eegana waxay noqonaysa waqtigeedu waa ka koobnaan kara waana ka badan kara hatta tusbiha sida riwaayadani sheegayso waa ka badan kara waana ka yaraan kara yani mid waliba waa u dhici karta taasna waxa weeye saasiyada weeyaan qissa la soo noqliyay محليلي إنن با وحدوني إنن تنوى طالبة علم إنن تبا واحد دون تين مركب الهداء يتكشاب السو مركب واحد قلت أين الله مركب في السماء مركب سيتي ما الدليل مركب سوح الوحاو الدليل حديث كمسلم صحيح وسوري والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها مسلم ما صحيح وسوري وحديث مشينا مناسبة له حديث كاسو مركع الشيقي يعني حديث كان مسلم بأدلي لبودي موضع شاهدنا وإلا كان الذي في السماء ساخطا عليها يا يضع آيات أي شرانا حديثنا أي شرطك لا حتى موضع نحو صوقاتي يعني حديث مركع مناسبة له أي صوقاتي oo iyadana waana ugu jiro kaan uu u digaayo uu leeyahay weyn iska jirtaa ya ila firashihi ya ila firashiha labada mid walba wa saarat oo riwaayada muslim ila firashiha ba qosban riwaayadana ila firashihi ba qosban waana de waxa weeye marka laba ixtibaar uu baad loo kala eegay saas aawadeed waa isla marka mid uu baa loo jeeday معناها أن مركب مكر الدونة مركب وكناية عن التمتع بها كناية عن التمتع بها مركب اللي يرادنا وحوي جماعين وسوقرين وحي مركب كسوكين وسوقرين يعني إنه قوي يري راحيس وكل راحيسته وحيت الماما يسا معناها مركب وحوي قل مضائية وحكا سوكية كل منية العلم قركض وحيت المامين حقوق دادي وحكم إذا هدوسين وايو نوع عذري يلان كرتا ديد مدي ديد دي هدي حقوق دادي وحكم إذا وكم من عيو ديد دي وحين نقان كرتا بيلا هدي سيدا ابن عثيمين والشيغي من باب المقاصة أي نقان كرتا مركا وحدي عي كرتا إن نوع عذري
أي كجبا قتل عنضة إني مركز إيمان كرتو. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.